بعدين هلا ما نحكي مازدا عم نحكي مسيو توني عبدو مدير المبيعات بقلب خاطر. هاي توني. هاي جورج. يعني اليوم كمان عم نستعرض السيارة الحلوة كتير لأنها كتير بحبها شخصيا المازدا 6 السيارة الأكبر اليوم بمازدا مع اللون كمان ممتاز جدا لألا اللون الكحلي ديب بلو ديب كريستال بلو ديب كريستال بلو إذا فينا نسميه بشكل عام لون ممتاز مع كروم كمان داخل على جوانب السيارة بشكل كتير حلو كل التفاصيل رح نعرفها منك بعد لحظات قليلة لكن بداية بشكل عام اليوم مازدا 6 نسبة مبيعاتها كيف كانت بعام 2015؟ من أهم نسبة المبيعات بالسوق بهالكاتيجوري هيدي بتوقع هي كانت ضاربة لأنه هي شكلها المازدا بمفهوم التصنيع عم تعمله عم تعكس كتير إشياء يعني عم تعطيك سيارة كبيرة بسوق شباب عم تعطي سيارة صغيرة سبيس لتسوق عائلة يعني هاي السيارة عم يطلبوها صاروا شباب لأنه ماسلز وفيها جنوطة 19 سيارة ليوكس وبنفس الوقت سبور وهذا اللي خليها تنباع بكميات بدنا نحكي كمان إضافة لذلك فقراتنا وأول شيء بدنا نحكي عن شكل هالسيارة بعد لحظات إذا شكل المازدا 6 صار غني عن التعريف طبيعي. توني سيارة بنفس الوقت عائلية رياضية وللشباب عن جد يعني ما في عندها طبع خاص هذا اللي بيميز السيارة عن غيرها من السيارات شو بنحكي اليوم عن شكلها بشكل عام توني مثل ما دائما بنحكي عن المازدا بالسيارة اللي عم بتكون فيها لوك اجريسيف يعني عم بيكون فيها رير شو اسمه شورت اوفر هانجز عم نحكي فرونت اند رير ويل بيس طويلة كومباكت كابن عم بتشوفها عن جنب كأنه سيارة كوبي مع انه فور دور سيدان وفاميلي كار عم نحكي جنوطة 19 هالمسلز عم نشوفهم نحن هاللاينز عم نشوفهم هيك ليفتد اب عن الفندرز ورايحين لورا صحيح فرجين مع اللو نوز تبع السيارة عم بتفرجي اجريسيف لوك وسبورتي لوك وهذا الشيء اللي كنا عم نحكيه جامعة مواصفات عديدة هالسيارة والأهم من هيك اللاينز اللي كنت عم تحكي عنهم كمان اليوم نشوفهم على الناحية الأمامية للسيارة طبيعي. بشكل كتير واضح وهالأجريسيف جريل من قدام كمان 3 دايمنشنال عم تشوف انت كيف هو 3 دي عم يكون صحيح. مع الكرومات اللي عم يكونوا حتى على الكروم سيجناتشر حتى على الفوغ لايتس اللي عم يكونوا شوي شكل ترابيزويد يلا حتى يعطيها وايد ستانس بتشوف السياره لقطه الطريق مثل التايجر شكل على البانتر على يعني الكودو ديزاين هو مزبوط هو البانتر يعني عم بكون راح نتابع شغلتنا على السياره بنشوف هلا الداخل الفخم جدا للمازدا 6 توني داخل فخم جدا للسيارة عنا يعني دغري بنشوف كلايمت كنترول مالتيزون اي سي مع شاشة كمان واكيد الاهم شيء هو البيك سكرين موجودة بنص السيارة تحكم ممتاز بكل شيء يعني من المالتي ميديا للنافيجيشن كاميرا سيتنجز بالسيارة كاميرا مزبوط. كمان ريفيو كاميرا بصورة ممتازة جدا وسنسرات على دوائر السيارة فرونت باسنجر عم نحكي فرونت باركينج سنسور رير باركينج سنسور فيها اكيد عم نحكي فور ايرباكس اي بي اس اي بي دي لذر اللي مطعم السيارة فيه اذا بتشوف من التابلو بكل يعني ما ضروري اشوف حتى لما اطلع بالسيارة ريحة الجلد دغري بتفوح منها ودغري بنعرف قد ايه مشغولة بطريقة ممتازة ونوعية الجلد المستعملة من اعلى نوعيات هيدي لاكجري باكج عم نحكي فيها مثل ما عم نشوف كمان هذا جورج عم التابلو اللي هو مثل كل المازدا عم بيكون فيه التاتش سكرين عم تكون اون ذا توب لحتى يكون الزبون مركز على الطريق عندنا ستيرينج ويل اللي هو 3 سبوك كل شيء فيه اوديو كوماند وفويس كوماند عم نحكي من هون موجودين مع بلوتوث كروز كنترول لذر عم يكون موجود اكيد بنفس الوقت عندك تيبترونيك 6 سبيد عندك سبورت ايكونومي باتن كوماندر لتتحكم بالشاشه عندك الباركينج الفران عم بيكون كمان صار كهرباء بادل شيفت لحتى تسوق بطريقه رياضيه اكيد موجود بالسياره شيء طبيعي يعني فول لودد السياره فولي لودد. ما في شيء بنطلبه الا ما انه موجود بداخلها بدنا نركز بس انه هي السياره فاميلي كار من ورا فيها سبيس كتير للليج روم بنفس الوقت عندنا اي سي لحتى يكونوا القاعدين ورا يكونوا مرتاحين مع الليتنتي كمان يعني تريبل زون اي سي فينا نقول مش أكيد. دول جديده اكيد نعم. يلا بنتابع شغلتنا هلا ونرجع على الخارج لنحكي اكثر عن البرفورمانس اذا عم نشوف نرجع نستعرض شكل السياره من الناحيه الخلفيه كمان شكل ممتاز جدا عم نشوفه مع الكروم الداخل عليها ومصابيح كمان على الجوانب بشكل كتير حلو كديزاين توني طبيعي مش هنحكي بقى ديزاين نرجع نحكي هلا معك
عن بيرفورمانس السياره. بعرف بمحرك نشيط جدا، خبرنا اكثر عنه. هي 4 سلندر عم تكون 2.5 لتر انجن 188 هورس باور، من اسرع السيارات اللي بهذا الانجن، لانه سكاي عندنا سيستم سبورت كمان بيعطيها تورك اعلى بعد. اكيد تورك 30% عم تكون اقوى من غيرها، ومصروف بالبنزين بتفاجئوا انه 2.5 لتر عم تعمل فوق ال 250، ما بدنا نقول اكبر من هيك لانه فكرونا عم بالغ، بس اللي بيجربها بيعرف هالشيء. كمان انه في عندك لانه اي ستوب واي لوب اللي هن نظامين تكنولوجي جديد، انه السياره بس توقف تطفي انجن تبعها بيعمل بوز وترجع تمشي بتوفر البنزين. عندك الاي لوب بس تشيل رجلك عن البنزين تكون السياره عم بتشرج يعني بلكه بتعبي وبتنسى. هلا خاصه البنزين رخصان اكيد بقى هلا وقتها، والسيارات الكبيره كمان وقتها انه شخص يستثمر فيها. على كل حال رح نتابع كمان من بعد ما حكينا معك عن البرفورمانس، نعرف اكثر الديل اليوم قديه قدر نحصل على السياره وشو هن التسهيلات الكبيره اللي دائما موجوده بان بو خطر. طوني اكيد دائما في سبيشال اوفرز بخاطر اليوم تسهيلات نقدر نحصل على السياره. التسهيلات دائما موجوده، الحماس دائما موجود عندنا جورج، صاله العرض مش عم تلحق لانه اوفراتنا دائما عم تكون بيرفكت. هيدي السيكس عاملين عليها شيء زياده اضافي لحتى نشجع اللي هو 3 سنوات عم يكونوا فور فري لما تدفع دفع اولى. مستمرين بعدنا بهالبيج اوفر ليش أوكي. لا يعني طول ما هو عم يعطي نتيجه وطول ما العالم مبسوطه فيه ما راح نوقف. هلا بالوقت القريب على موديلات عم نحكي 2016 طبيعي، يعني مثل ما انا كنت بمكان بابليك بليس هيك سمعت بلانتي من دون ما اتحشر يعني انه سمعت بمزنع عم يدفعوا لك اول 3 سنوات يعني بلشت الخبريه تاخذ فكره حلوه وفيها افاده مع الفايده 0.99 يعني 3 سنوات فور فري 0.99 انترست عم تكون كثير مع بعض الباكج لمصلحه الزبون، والجارانتي 5 سنين كيلومتراج مفتوح. سيارة يابانية 100% كمان نرجع منذكر very big offer، وعم بيرتاح الشخص أكيد. لثلاث شهور من دون ما يدفع ولا أي سند، عم يخصموا السندات مذكر فور. ما عم ينزادوا لبعدين لا لا لا. خمس سنين وثلاث شهور مثلا لا عم بيصوروا خمس سنين يعني بدل 60 سند عم يكونوا 57 سند طبيعي. شكرا توني على كل هالإنفوز عن المازدا 6 والفيري بيج أوفر اليوم الموجود عليها. أكيد مشاهدينا خلوكم معنا بهالأسبوع مع أوتوفوكس. إلى اللقاء.